لو الحكاية فيها إن فيجو طبعاً المسألة اللي يعني يمكن أنا كل الوقت بحب طبعاً أكون متواجد يمكن السؤال ده بالذات بينه وبيسأله إن إحنا بنلعب مع بعض على طول وأنا يعني كل ما أدخل أطلعه على طول بتعور مني لا أعتقد إن المسألة صعبة بالنسبة لي ولكن وين؟ إيه اللي فيها مشكلة؟ يعني أنا شايف إنك تزعلت لا يعني أنا أعتقد إن دلوقتي بدأت مرحلة جديدة إن شاء الله بإذن الله أتمنى إن أركز فيها في الشوط الأخير إن شاء الله شكرا جدا لو أنت